نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا الذين كنا نجتمع معكم في مجالس صلواتكم، فإن الملائكة تحف بالمصلين. يقول عليه الصلاة والسلام للمصلي ثلاث خصال، قال: لا يتناثر البر، أي الخير الإلهي، يتناثر على رأس المصلي من عنان السماء إلى مفرق رأسه. متى دخلت الصلاة تصل النور الإلهي من السماوات السبع والخير الإلهي والبركات تنزل عليك، وتحف به الملائكة من لدن قدميه إلى عنان السماء. هي كلها بصيب ملائكة محيطة فيك يا إنسان يا مصلي. ليه؟ لأنهم أحبابك ويحبون منك الصلاة ويحبونها لك. قال: وينادي ملك من الملائكة: لو يعلم المصلي من ينادي من فتل عن صلاته. لو يعلم المصلي من ينادي، انت لمن عم تنادي بالصلاة؟ لمن عم تقول اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم؟ لمن؟ ولله. فلو تعلم يا انسان عظمة الله ورحمة الله، وهكذا اذا من فتلت عن صلاتك، بل دائما توجهت بصدق. اذا نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا نجتمع معكم في الصلاة، وتقتدي ايضا الملائكة بالامام. متى قام المصلي للصلاة اقتدت به ملائكة في السماوات وفي الارض. قال كيف؟ قل له في الحديث كما في الصحيحين، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني أن الملائكة تقتدي معك بالإمام، فالإمام إذا قال آمين حال الملائكة تقول آمين وراء الإمام، فإذا وافقت كلمة آمين منك وقت ما تقول الملائكة آمين غفر الله ما تقدم من ذنبك. ليه؟ لأن قول آمين من الملائكة لا يرد عند الله، هذا كلام ملائكة، دعاء ملائكة ما بيرتد. فإذا تأمينك صاحبه دخل بين تأمينات لا ترد، إذا غفر الله لك ما تقدم. والحديث الآخر: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمدا فليكن أحدكم ربنا لك الحمد، في رواية ربنا ولك الحمد، في رواية اللهم ربنا ولك الحمد، كل وارد يا إنسان. فمن وافق تحميده تحميد الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، أي لأن الملائكة وراء الإمام يقولون ربنا ولك الحمد، فالإمام يقول سمع الله من حمده، أي الله يسمع حمد من حمده ويجيب. إذا إيش مطلوب منك؟ أنت تحمد الله بقى حتى الله يسمع ويجيب حمدك يا إنسان، فهذا جواب يكون يعني الحاصل. فهكذا تجتمع الملائكة مع المصلين في صلاتهم وتصلي في صلاتهم أيضا. ويقول عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي هو بأرض فلا، إذا أقام وصلى، أي رجل في البرية فلا أقام الصلاة وصلى، صلى معه ملكاه، أي الملكان الموكلان به كرام الكاتبون. وإذا أذن وأقام وصلى، أذن وأقام وصلى، وأقام صلاة يعني وصلى، قال صلت معه جنود من جنود الله لا يرى طرفاها، يعني صفوف من هنا وهناك ما بخصي نظرك الطرفين، لكثرة الملائكة عليه السلام يا إنسان. فما أعظم أجرك إذا أذنت في الفلاء البرية وهكذا وقمت الصلاة وصلي اقتدت بك ملائكة الله. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، هذا من جملة الولاء، يصلون معك